مارس 2021، ولعل 8 مارس أو لعل المناسبة تشرف، هذا يوم الاحتفال بالمرأة عبر ربوع المعمور. هذا يوم عالمي للاحتفاء بالمرأة، للوقوف على أهم أدوار الطلائعية التي تلعبها المرأة، على اعتبار أنها النصف الآخر والركيزة الأساسية لبناء المجتمع. المرأة طعت أصوات ولعبت أدوار كبيرة وساهمت منذ الأزل، منذ وجود البشرية، بناء الأجيال وبناء أو ضمان استمرارية الأجيال. فكل عام والمرأة بألف ألف خير. وللأسف هناك بعض النساء لازلنا يعانين الإقصاء، العنف، جميع ممارسات العنف، خصوصا من أقرب الأقربين. لنورمالمون الزوجة فاش تتزوج خاصها تمشي عند الراجل تعيش معاه الحياة اللي ما عشتهاش دار والديها، فتتفاجئ وتلقى العكس، وياريت أنها تلقى العكس فقط، تلقى راسها متحملة واحد مسؤولية ديال واحد الولد ولا واحد البنت اللي تيجي نتيجة ديال داك الزواج، وتا هو تيدخل معاها في معمعات المعاناة. اليوم الصديقات والأصدقاء، عندي أو معايا الحالة ديال واحد السيدة نعيمة، اللي حنا ما تعمدناش أننا نفقوها اليوم في هذا اليوم العالمي ونخصروا الفرحة ديال الاحتفال بالمرأة، ولكن حنا اليوم بغيناها تكون كنموذج للمعاناة اللي ما زالت تعاني منها المرأة. للأسف العنف داخل الأسرة، وهاد السيدة نعيمة على حسب مروتنا وحكات أنها العنف تلقاته فقط ماشي من الزوج، حتى من الأهالي ديال الزوج، يعني الحامة ديالها على حد التعبير ديالها، والخو ديال اللوس ديالها على خو ديال الزوج ديالها على حد التعبير ديالها، وحتى هي قالت على أن الزوج ديالها لا يحرك ساكنا، وما زاد الطينة بالله على أن الزوج ديالها أجنبي، يعني ينتمي لدولة أخرى إذا تعودكم كل شيء. وجات بنت فهاد الزواج العمر ديالها عام وثلاث شهور، والسيدة جاية من داك الدولة لهنايا بزيرو درهم، ما عندها حتى شي درهم، لولا أن الأقدار الإلهية جعلت أن الأسرة ديالها اللي تتعاني هي براسها الفقر، تكلفوا وتلفوا وتقطعوا وتبطلوا كيف ما تنقولوا بالدارجة، وتعاونوا وقطعوا لها داك التذكيرة ديال السفر، كانت هادي تبقى تما عرضة للتشرد. الآن خدات القرار ديالها باش أنها باغية تنفصل على الزوج، لأنها بغات تبقى في بلادها. أخت نعيمة السلام عليكم. أول حاجة كل عام والمرأة بألف ألف خير، وتمنى نتلاقاو في ظروف حسن من هذه، ولكن لسان الحال أبلغ من لسان المقال. الإنسان ما عنده ما تيختارش الظروف، لأننا إحنا عرضة للظروف وتنتماشاو مع الظروف. تفضل الأستاذة الأخت عفوا الأخت نعيمة، ما عندكش مشكل تباني في الوسائل الاجتماعية ياك؟ ما عنديش مشكل، يشوفوك الصديقات والأصدقاء، ما عنديش مشكل عبر وسائل الإعلام، ماشي مشكل، ماشي مشكل. باش تكون هذه حقوقك اللي تكوني تكون انت تهضري مع الصديق مع الأصدقاء اللي غيتابعوك وانت مرتاحة. تفضلي أختي. ما عنديش مشكل. السلام عليكم بابا. وعليكم السلام. شكرا للأخ الأستاذ إبراهيم، جزاك الله خير على هذه الفرصة اللي وقفت معايا، وما يجي ذكر الله سبحانه وتعالى. انا بنت مغربيه وبنت الوطن ديالي وكنحب بلادي، وما كنتش ناويه الزواج يجيني بحال هكا. انا تزوجت بزوج تركي عن طريق يعني عائله، يعني من طرف واحد السيده من العائله ديالي، كنت عارف واحد الصديقه ديالها، قالوش تزوجي بشي انسان، واحد الانسان راه من تركيا، وهكيفاش وكيفاش انسان خدام على راسه وبدارو وبرزقه وكل شيء. انا قلت لكم كم يعني انا ما كنفكرش في الزواج مثلا اجنبي، انا جاب لي الله ولد بلادي خير لي، ما جابليش الله كنبقى منقش نكتب على الله هذا ولا غير. من بعد فاش نسيت من هنايا لقيت الراجل جالس في الدار ما كيخدم ما والو، وانا ملي كنسول كنقول لهم واش الزوج ديالي خدام ولا ما خدامش، كيقولوا لي اه خدام خدام، يعني كانوا كيسايسوا معايا بما تمكنوا مني وشدوني. دوزت 15 عام من بعد الزواج ديالي، ناضت العائلة ديال الزوج كيقول لي خصك تحب لي خصك تحب لي خصك تحب لي. انا ما عرفتش علاش هاد الزربه، قلت لهم يعني الحمل ما الحمل ما عندوش انا بنفسي، يعني الله سبحانه وتعالى فاش ما كتب لي غادي يجي. من بعد ما ساقوا الخبر انني حامله، كنت مرت واحد الفتره شي شهر انا مريضه، بقيت عليهم يديني للطبيب باش نشوف انا راسي مالي، ما بغاش يديني.
حتى واحد النهار تحت على قوتي ما فقت لهمش كاع وزوني داوني الطبيب بقيت راسي حامله عندي شهر فاستقل يعني فاش قال لهم الطبيب انا راهي حامله قالوا احنا ما قلناش احنا ما قلناكش حملي حملي احنا غير كنا كنهضروا قلتلهم علاش هذا راه ماشي حق ان احنا كنا كنهضروا يعني ندم معاهم الحال وانا داكشي ديال الله وانا تزوجت باش ندير وليداتي مستقر مع الزوج ديالي والحياه الزوجيه كنقول يعني رغم ان العنف والظروف القاسيه بحكم انني في بلاد برانيه وكنقول الدور عليا انا نصبر ومن بعد كثرت المشاكل كثر العنف يعني واحد العنف تعرضت ليه لاقصى حد ولكن الزوج ديالي باش يدافع عليا وياخذ لي حقي هو براسو ما كيدافعش على راسو باش يدافع عليا كنت كنهضر معاه تنقول له هادشي اللي وقع ليا راه بزاف يقول لي انا براسي ما كندافعش على راسي هادشي مكتوب عليا الله ومن بعد درت 7 شهور قال لي كيف خصنا فوقاش تولدي فوقاش ولدي قالوا لي خصنا من شهر غتولدي قلت لهم انا الولاده ديالي جايين شهر 12 قلت بزاف هادشي قلت لهم انا علاش بزاف واش الولاده بيد الله ولا بيدنا قال لك لا حنا خصنا فاش تولدي زربه باش نصرفوك بحالك ونتهناو منك وناخذو بنتنا ولا ولدنا قلت لهم كيفاش قالوا لي كيف كتسمعي كثرت عليا المشاكل بزاف ديك الساعه فمابقاش قاده نصبر قلت لهم انا هادشي كله نوضع على الحد قالوا شنو قلت لهم بغيت نمشي في حالتي ما ضربت ما ضربتني عقلتي ضربني اللوس ديالي ومراتو كلهم تعدوا عليا اسمحي لي هنا نفتح واحد القوس ما مشيتيش للسلطات ولا حاولتي تعطي اتصال بالسفاره ولا بالقنصليه المغربيه تما اش نقول لك اخويا واحد البلاصه اللي مشيت ليها انا على حسب العلم ديالي انني غادا المدينه فاش مشيت لفتاصيف واحد البديه مش نقول لك بعيده من المدينه يعني خارج التخطيط خارج البلد يعني اش نقول لا مواصلات لا والو عندك مثلا الطوموبيل ديالك راك ممكن تتحرك ما عندكش الطوموبيل ديالك ما كاينش اللي يوصل عندك سمايا وعلى حد العلم ديالي ديك البلاصه اللي كنت ساكنه فيها انا ملي كنت كنخرج انا والزوج ديالي ندورو غير في البديه يعني كندورو غير في الجانب ديال المنزل ديالي كيقول لنا شي حد السلام عليكم شي راجل او شي مرات يقول لي راجلي شي هذا راجل اللي داز راه قاتل شي هذا راه داير ملي كنقول ليها كيفاش قاتلو قال لي حنا عندنا ما عندناش مخزن هنا كيخدمش علينا حنا كنشكو راسنا بيدينا انا هنا تخوفت اكثر واكثر ولات نتخوف لان علاش فجاه وقعت عائله راجلي كيحرشوا عليا كيقولوا خصك تضربها خصك دير لها خصك تفعل لها شحال من مره تعرضتي لها شنقول لك ماشي 4 وماشي 5 ماشي 6 المرات يعني عنف متتالي واخا باش نزيدو قدما الان جيتي للمغرب انت والبنيته ديالك بعد صعوبه كبيره باش جيتي للمغرب الان شكطلبي شنو هما البرنامج ديالك انا يعني اللي خلاني انني نجي بلادي وما نرجعش لان كنت كنطلب الزياره لعائلتي ما بغاوليش قالوا لي انت تنفيتي بمعنى الكلمه انت تنفيتي المغرب نحيدي من بالك يعني بحال شراوك اييه بس انا قلت لهم كيفاش انا عندي با عندي خوتي عندي عائلتي يعني عندي اصدقاء ديالي قالوا لك لا المغرب مسحيه يعني بحال شدوا ورقه وستيلو وجابوا كومه كيقول لي ديري له بحال هكا يعني احنا كتبنا فمسحوا هكا خصك ديري للمغرب حكم يعني الحكم اللغه ما عنديش بزاف مشاكل ما حفظتش اللغه انا شنو حفظت من كلمات ديال التركيه لا مسفاها يعني هذا اليوم اللي كنت كيرج ليا من بعد ما صافي قالوا لي ما غاديش تمشي ومن بعد ما غتولدي ديك الساعه قالوا لي غير غتولدي حنا غنمشيو نخليك في الطبيب وناخذو بنتنا براسك ديك الساعه شاف لك شكون يديك قلت لهم انا هذا ماشي قانوني وكي درتي جبتي البنيته ديالك وجيتي انا حيت كان وقع لي واحد الصداع كنا واحد النهار قبل ما نجي هنا في شي 15 يوم قبل ما نجي لبلادي وقع لنا واحد النقاش بسيط ماشي مني انايا ولكن جاني من طرف عقلتي حاولت نبعد الصداع حيت كاين لوسي في الدار وعارفه حتى كاين بيدو عليا حاولت نتجنب الصداع باش ما يضربنيش هكاك رغم ما ضربني في غوسل شكون هذا اللي ضربك خوراجك؟ خو الزوج ديالي خوراجك ما دواش راجلي ما كيدويش كيخاف بزاف ودار انا ملي كيخاف ما كيقدرش يجاوب كيقول لي غير سكتي ما تهضريش خلينا ما كنقول ما يمكنش نسكت انت خصك تدافع عليا انا نسكت انت دافع عليا كيقول لي لا راه غيرنا للشارع غيديروا لنا غيديروا لنا كنت نتقبل من الشارع ولكن باش نبوس تحت العنف ما نقدرش عيطت ولا مخزن جا عندي للدار ما كجلاهم ضربوني خرجت لبرا للسنقه بقيت غير كنغوت هزوني غير الناس دخلوني للدار عندهم عيطت للمخزن جا عندي قلت لهم انايا قالوا لي مالك قلت لهم انا راه كضربني عقلتي والناس ديالي راه شنو جلاوني للسنقه انا ما عنديش نمشي مرارا كانت في جلايا الصباح والعشيه كنتجلى من بعد سيمانه عيطت لخوتي ما حيت ما كنتش كنقد نعاود لهم شي حاجه بحكم البعد وحكم الغربه وداك الشيء كنقول غنضرهم
بس انا عيطت لهم قلت لهم شنو كاين شنو كاين دابا الا كنتو كيفاش ديروا قطعوا لي المرجع لبلادي انا ما نبقاش هنايا. وفاش خوتي قالوا لي واخا حنا ردوا عليك باش ندوز صغير شي ساعتين خوتي ردوا لي قالوا صافي نقطع لك ولكن الباسبور صافي قلت لهم صوبوا لي الباسبور بنتي نجي وصوبوا لي يعني بغيت نجي انا والزوج ديالي وبنتي في الفرقه جبت لهم صوبوا الباسبور بنتي ولدي باش نمشي نزور العائله ديالي على انا ما قادرش نقول لهم راني غادي نمشي وما نرجعش انا راني ما نكتبش الله شهد عليا ما نقدرش نقول لهم راني ما غاديش انا دابا قلت لهم بنتي هي ولا كيش الدنيا من يد المهم دابا الحمد لله جيتي دخلتي للوطن ديالك دابا اش كتطلبي شنو تطلبي من المجتمع المغربي ومن الجهات اللي غادي تسمعك ومن كرساله غنوصلها بعدا لبنات الشعب ديالنا وبنات بلادنا كلهم ما يغرهمش الزواج التركي وما يغرهمش الزواج يعني خارج المغرب لان علاش كل بنت غتمشي تزوج خارج ارض الوطن ديالها الا غدا انسان احمق انسان ما خدامش انسان ما عندوش يعني هذه هي حياتي بقيت انا راه ما خدام ما خدام ما والو ما عنديش مسؤوليه ما بقاتش هادو اللي خلاني دابا انا الحمد لله حنا بعدا الحمد لله هنا الحمد لله شنو ما عندنا في البلاد ديالنا ما يمكنش ان يجي يضربك خراج ولا كل هذه ما كايناش هذه القضيه اللي قلتها لهم قال لك لا حنا ما عندناش هذا الشيء دابا باش نزيدو قدوما عافاك باغيه انت شنو باغيه ديري باغيه حاليا انا بغيت نفصل على الزوج ديالي مفصلي. اول حاجه ان ما عندك امكانيات ما عندكش لا ما عنديش انا اذا تطلبي المساعده من فيصل شي جمعيه تساعدني شي حد اللي ساعدني اللي يقف معايا وباغا ندير الجنسيه بنتي مغربيه باش لان علاش هما اصلا عائله زوجي قالوا لي الا ما جبتيناش البنت غنطالبوا ببنتنا وانا خايفه بنتي تضيع ليا وبغيت نبقى انا بنتي في بلادي وكنطلب المساعده من الناس اذا تنقولوا تنشكروك بزاف الاخت نعيمه تنقولوا بحال اللي قال الشاعر وظلم ذوي القربى اشد مضاده على المرء من وقع الحسام المهندي هذه وقعت العنف من اقرب الاقربين من عند باين بنتها من عند عم بنتها من عند جده ديال بنتها كيف يعقل هاد السيده تبقى جالسه مع واحد الناس اللي تيمارسوا عليها العنف بالليل وبالنهار وتيهددوها بالتشرد يعني كانت الألطاف ربانية الله سبحانه وتعالى هي لها الأسباب باش دخلت الوطن ديالها فتنقول للنعيمة مرحبا بك في الوطن ديالك وحنا مغاربة راه حنايا معروفين بالجود وبالكرم معروفين بالتماسك مع بعضنا البعض معروفين بالتعاون مع بعضنا البعض إذا عطات هي عدة رسائل حتى للبنات عطاتهم رسائل كيفاش أنهم ما تغرهمش المظاهر كيفاش أنهم يقنعوا وعدة رسائل عطاتها في هذه الحالة ديالنا نتمناو على أنها تلقى الآذان الصاغية تلقى القلوب الرحيمة تلقى القلوب ذات الأريحية اللي تقدر يعني تتفاعل مع القضية ديال النعيمة وحنا تنقولوا اليوم في عيد المرأة كلنا نعيمة وكلنا معاناة نعيمة وسنتفاعل مع قضيتك يا نعيمة بل أكثر من ذلك إن شاء الله نسأل أن الله سبحانه وتعالى هي شي قلب رحيم اللي يتفاعل مع القضيه ديال نعيمه ويتعاون مع نعيمه فنعيمه نتمنوا لك انك تعيشي في استقرار انت والبنيته ديالك ان شاء الله وهذا الشيء ما ياثرش عليك لان هذا الشيء وقع وهذا اثر في اخي انك كتبتي لا ما ياثرش عليك لان البنيته ديالك مازال محتاجاك نتمنوا انك تربيها تربيه صالحه تربيه على انتماء الوطن ديالنا الغالي على قلوبنا من طنجة العالية حتى القويرة الغالية لأننا مغاربة حتى النخاع الشعار ديالنا الأبدي الدائم الخالد الله الوطن الملك فشكر موصول للجميع شكرا